مستكمل مع حضراتكم باقي اخبارنا بخصوص كاس العالم. تعالوا نطير سريعا لزميلنا العزيز خالد رزق من الدوحه مباشره علشان نعرف منه اخر الامور والاستعدادات لاول ايام كاس العالم وانطلاق المباريات الرسميه. طبعا في المباراه الاولى واللي هتنطلق مباراه الافتتاح ما بين منتخب قطر ومنتخب الاكوادور. بنصبح عليك يا خالد، صباحك زي الفل. صباح الفل عليك زميلتي العزيزه فرح حالي، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان. خلاص اليوم هو تحقيق الحلم، بالتاكيد حلم المونديال اللي بينتظره الكثير من مشجعي وعشاق كره القدم حول العالم. النهارده 20 في الشهر خلاص اول مباراه هتجمع بين فريق منتخب القطري وهو المستضيف بالتاكيد في هذا الحدث، وبين منتخب الاكوادور. اكيد النهارده في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت الدوحه كل العالم هيتجه انظاره نحو استاد البيت اللي تضيف هذه المباراة. واستاد البيت أيضا هو من السادات المميزة اللي يمكن بتأتي على شكل خيمة من الخارج، وهو الشكل التراثي والشكل التقليدي للخيم في سابق الزمان بالتأكيد في دولة قطر. وهيكون مباراة افتتاحية مهمة جدا، وهيكون هذه المباراة تكون بتوقيت مصر الساعة 6 مساء، وقبل هذه المباراة بساعة هيكون في حفل افتتاح بطولة كأس العالم. طبعا لو اتكلمنا عن اجواء بقى وكواليس كاس العالم اللي يمكن هنشوفه هنتابع ابتداء من بعد غد بكره، يكون في ان شاء الله ثلاث مباريات من الساعه 4 عصرا بتوقيت الدوحه ايضا، والساعه 7 مساء والساعه 10 مساء ان شاء الله. ومن بعد غد بقى هيكون في اربع مباريات كل يوم وصولا الى 2 ديسمبر ان شاء الله، هيكون اخر يوم في دور المجموعات. من بعدها هيبقى المباريات هتكون مباراتين في اليوم. مباريات الغد ان شاء الله اللي هتجمع بين فريقي انجلترا وايران الساعه 4، والسنغال وهولندا الساعة 7، وأمريكا وويلز الساعة 10 مساء. والنهاردة طبعا في أحداث اليوم هيكون في عدد من المؤتمرات الصحفية للمنتخبات المشاركة في مباريات الغد إن شاء الله، وأيضا في مران لعدد كبير من المنتخبات اللي هيكون بيستعد وبيجهز للأحداث. خلاص كل شيء النهاردة أصبح جاهز، كل شيء على ما يرام. هنشوف النهاردة كل مناطق الفان زون اللي هيجمع وهتشمل عدد كبير من المشجعين. النهاردة هيكون متابعة المباراة هتشمل طبعا كل الأصعدة وكل الجنسيات اللي هتكون متواجدة داخل دولة قطر وعلى مستوى العالم. بالتأكيد حدث عظيم وحدث كبير بينتظر العالم كله كل أربع سنوات، والنهاردة بداية الحلم إن شاء الله. طبعا كل اجواء وكواليس كان فيها اجواء امبارح، كان هناك فعاليات يعني تحت مسمى فريق 360، يمكن فعاليات نظمتها لجنه المشاريع والارث، وهي عباره عن ان كان في تجميع للعمال اللي كانوا بيشاركوا في بناء الدوله وبناء الاستادات وبناء البنيه التحتيه لدوله قطر استعدادا لبطوله كاس العالم. عملوا حاجه شيء جيد ليهم، وهو تجميعهم مع بعض اللاعبين والمدربين من بعض المنتخبات زي انجلترا وزي هولندا وزي باقي المنتخبات. يعني كان في عدد من المنتخبات موجود وبيشارك منه عدد من المدربين وعدد من اللعيبه، كان بيجمعهم زي مباراه وديه. وشيء لطيف كان في اجواء ان هم التعب والمجهود اللي عملوه واللي فضلوا مستمرين عليه تقريبا لمده سنه او سنه وكثور، يعني كان هناك تعب لكل هؤلاء العمال اللي كانوا بيشاركوا في هذا الحدث الضخم. ومع انطلاق بقى بطوله كاس العالم ومع بدايه الحلم والمشوار بيتواجدوا في لفته طيبه ليهم بالتاكيد. ايضا فرح لازم نتكلم على الطقس، يمكن دلوقتي في شمس ودرجه حراره شويه مرتفعه، ولكن ايضا في بعض الرياح وبعض الهواء. يمكن الجو اتكسر من امبارح بالليل، كان جو شويه اول امبارح حر بشكل اكبر، ولكن النهارده ومع بداية وانطلاق الفعاليات أصبح الجو أحسن والظروف المناخية بقت شكلها ألطف بكتير جدا. هنشوف الجو الفترة الجاية هيكون أحسن بالتأكيد مع انطلاق البطولة ومع الأيام اللي هتمر إن شاء الله، يكون الطقس أميز بكل تأكيد. زميلتي العزيزة فرح حالتك كل أجواءنا وكواليسنا، نعود إليك مرة أخرى في الاستوديو، اتفضلي يا فرح.